كن جميلا. إيليا أبو ماضي. للصف الثالث الإعدادي. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني من شعراء المهجر، ولد بلبنان سنة 1889. هاجر إلى مصر في عام 1899 عندما بلغ 10 من عمره، وهاجر إلى أمريكا سنة 1912، ثم انضم إلى الرابطة القلمية بنيويورك حين تأسست سنة 1920. يصوغ أبو ماضي الشعر معبرا عن نفسه وعن مجتمعه، ونجد في شعره كثيرا من النظرات التأملية في الحياة. وتوفي سنة 1957، وقد نشر ديوانه تبر وتراب الذي منه هذا النص بعد وفاته. في هذا النص يدعو الشاعر إلى التفاؤل، لأنه يرى أن بعض الناس يرون الحياة من خلال منظار أسود ويشكون دائما، فالشعر يدعوهم لنبذ التشاؤم وتركه والابتعاد عنه، ليتمتعوا بمظاهر الجمال في الحياة. فيقول لهم: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. نجد الشاعر ذكر كلمة داء، وكلمة داء معناها مرض وجمعها أدواء ومضادها دواء. والشاكي المخبر بسوء أصابه، وهو من يشكو دائما، وجمعها شكا وشاكون، ومضادها الشاكر الراضي. تغدو أي تصبح وتصير عليلا مريضا، ومضادها صحيحا معافى، والجمع أعلة وأعلاء. شر أسوأ وجمعها شرور، ومضادها خير وأفضل. والجنا جمع جان، والجاني هو المذنب مقترف الجريمة، والندى قطرات الماء المتساقطة في أول الصباح على النباتات، والجمع أنداء. الرحيل المغادرة، والمراد بها الموت، ومضادها الحياة والبقاء. إكليلا تاجا، والجمع أكاليل. تتوقى أي تحذر وتخشى، وتعمى لا ترى، ومضادها تبصر. نجد إيليا أبو ماضي ينصح المتشائم ويقول له: أولا، لا داعي للشكوى بلا سبب، لأن الإنسان الذي يشكو لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ويدعو الناس إلى التفاؤل والتمتع بجمال الطبيعة، فيخبرهم بأن الإنسان الذي يكثر الشكوى من الحياة، وأنت صحيح الجسم معافى من كل مرض وعيب، كيف سيكون حالك إذا أصبت فعلا بمرض؟ أي كيف تشكو، فما كيف الحال إذا أصبحت مريضا أو عليلا فعلا؟ وإن شر نفس هي تلك التي تتمنى الموت وتنتظر الرحيل قبل موعده، أو تخشاه، أي تخشى الموت. وإن هؤلاء المتشائمين لا يرون من الحياة إلا جانبها المؤلم، أي أن المتشائم لا يرى في الحياة شيئا نافعا، لا يرى إلا نصف الكوب الفارغ، لا يرى إلا الشوك في الورد، لا يرى شيئا جميلا. هذا هو المتشائم.
وعندما ننظر إلى مواطن الجمال فنجده يقول أي هذا، أي هذا نداء للتنبيه. وما بك داء، وما بك داء جملة حالية توضح قبح الشكوى بلا سبب. كيف تغدو؟ كيف الاستفهام، والاستفهام الغرض منه التعجب والاستنكار، أي أنه يستنكر الشكوى بلا سبب. ما بك داء وعليلا، تضاد يوضح المعنى ويؤكده. إن شر الجنات في الأرض نفس، أسلوب توكيد مؤكد بإن، ويؤكد أن التشاؤم أسوأ جناية على النفس. تتوقع قبل الرحيل الرحيلة، تعبير يوحي بالخوف والقلق والتشاؤم. وكلمة الرحيل تدل على تعجل الموت أو تجنبه، والتكرار للتوكيد وتوضيح المعنى، وهو تعبير يدل على التشاؤم وغض الطرف عن كل ما هو جميل. ترى الشوك في الورود وتعمى، هنا تعبير يدل على التشاؤم وغض الطرف عن كل ما هو جميل. وترى وتعمى تضاد يبرز المعنى ويوضحه ويؤكد الفقرة. الندى فوقها إكليلة، شبه قطرات الندى فوق الورود بتاج الملك، ويوحي بجمال الورود ووقت الصباح. وإلى هنا ننتهي من هذا الجزء من هذا النص، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعون الله وبتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.